اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاولى في هذه الحلقه من ملعب الاهلي دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن ارقام واهم نقاط القوه والضعف في فريق فيتا كلوب. ازيك يا دكتور؟ مشرف ومنور. تحياتي لحضرتك. طالع لوحدك اهو النهارده وارقامك بقى وشغلك، ها؟ تعالى نكسب افريقيا بقى. تعالى نكسب افريقيا ان شاء الله، نكسب افريقيا يستطيع النادي الاهلي مواصله انتصاراته ومواصله فرحته للناس. هنتكلم عن نبدا الاول باهم نقاط القوه اللي موجوده في نادي فيتا كلوب. طبعا فيتا كلوب تاريخيا الاول هو حصل على دوري ابطال افريقيا مره واحده بس في تاريخه، كانت سنه 73، صعدوا للنهائي سنه 81، وطبعا وصلوا الكونفدراليه السنه اللي فاتت. يمكن اول حاجه معانا في نقاط القوه الفريق ده على ملعبه اللي هو اسمه ملعب الشهداء في كينشاسا. الملعب ده الفريق فيتا كلوب ما خسرش بقاله 14 مباراه متتاليه على هذا الملعب في بطولات افريقيا. مظبوط. من يوم كام؟ من 24 مايو 2017 قدام سان داونز، كانوا خسروا وقتها 3-1. فاذا ملعب صعب سواء الرطوبه سواء الترتان، مميزين هم كمان معهم مدرب اللي هو فلورنت ايبنجي، مدرب كونغولي مع الجنسيه الفرنسيه، عنده 57 سنه ماسكهم من سنه 2012، فعامل استقرار كبير يعني حوالي حافظ الفرق 8 سنين وحافظ افريقيا، وكمان ماسك منتخب الكونغو من سنه 2014 وماسك الاثنين مع بعض. فراجل متمرس في الكره الافريقيه بشكل كبير جدا، راجل مميز جدا، وهو يعتبر يعني طبعا فيتا كلوب من الفرق القويه جدا زي مازيمبي زي الترجي زي طبعا النادي الاهلي، كل الفرق دي طبعا مرشحه للبطوله. اول حاجه التشكيل المتوقع للفرقه، نيلسون لكونج ده حارس المرمى بتاعهم، هم بيلعبوا دايما 4-3-3، نعم، او بتتحول في اثناء الحاله الهجوميه ل 4-1-4-1. الباك اليمين عندهم موقوف شباني، فالاغلب هيلعب مكانه ديدور. الاثنين المساكين يانيك بنجالا رقم 4 وبومبونجا رقم 15. الباك الشمال هيرجع النهارده الخطير موزينجا رقم 14. الارتكاز نيلسون مونجانجا رقم 3 وفابريس نجوما ومبوسا، الاثنين ارتكاز يعني 3 ارتكاز. ناحيه اليمين بيلعب توسيلا كيسندا، وناحيه الشمال كازادي، وقدام جان مارك ماكوسو. هنحط خط كده على نقاط القوه، رقم 1 عندهم جون مارك ماكوسو رقم 10، ده اخطر واحد عندهم. رقم 2 موزينجا اللي هو الباك الشمال. رقم 3 اللي هو رقم 27 كاسندو. رقم 4 فابريس نجوما، دول اخطر 4 لعيبه. نعم. اول واحد معانا جون مارك ماكوسو، ده اللي هو المهاجم رقم 10، ده يعتبر من اخطر المهاجمين في قاره افريقيا، لاعب بيعتمدوا عليه كمحطه، كل الفريق بيطلع عليه دايما، بيبنوا الهجمه بيشتغل كمحطه، مهاجم سريع، مهاجم بيتحرك كويس جدا داخل منطقه ال 18، بيساعدهم في سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لو بصينا على الفيديو هنلاقي ان اول هدف معانا لجون مارك ماكوسو، هنلاقي ان هو هجمه مرتده نقلهم بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني هو مستو ان هو راجل محطه يعني قوي، بينزل لتحت زي مروان محسن كده، يلعبوا عليه والفرقه كلها تطلع، وفي نفس الوقت سريع وهداف. نعم. عايز اقول لحضرتك ان هو معدل محاولاته في المباراه الواحده بيوصل 5.25، يعني اكتر من 5 محاولات في الماتش الواحد، ده اكبر معدل محاولات على المرمى في دوري ابطال افريقيا الموسم ده، يعني يعتبر اخطر مهاجم حتى الان في البطوله. لو عرضنا حتى المقارنه ما بينه وما بين نعرض مقارنته ما بينه وما بين جونيور اجاي، جونيور اجاي المهاجم هنا وهنا، هنلاقي ان جون مارك ماكوسو معدل محاولاته يمكن اهو ده طبعا لعب 4 مباريات، واجاي لعب 3، لعب 360 دقيقه، اجاي لعب 197، هنلاقي ان هو مسجل 3 اهداف في دور المجموعات بس، ولكن على مدار البطوله مسجل 5 اهداف، ليه هدفين في الدور التمهيدي. نعم. معدل محاولاته 21 محاوله في 4 ماتشات، رقم كبير جدا، ان هو بيروح على الجون 5.25 محاوله، رقم كبير. دقه محاولاته كمان 43%، يعني تقريبا النص، نص محاولاته صح ما بين الثلاث خشبات. اجاي طبعا ما لعبش كتير، الماتش الوحيد اللي تالق فيه اللي هو كان ماتش سيمبا اللي هو جاب فيه الهدف، راح على الجون 3 محاولات، دقه محاولاته 67%. جون مارك فاز بالالتحامات 12، اجاي طبعا في الالتحامات مميز، وكمان اجاي لما ياخد ويلعب اكتر هيتفوق عليه ان شاء الله. دقه التمريرات هنا 70%، جون مارك ماكوسو 80%، حصل على 4 اخطاء. هنلاقي ان جون مارك ماكوسو دايما مميز قوي، هنخلي بالنا هل سعد سمير هينزل معاه لتحت، لان هو دايما بيسقط يسحب المدافع اللي هو هيبقى سعد سمير ويفضي المساحه في ظهره للي جاي من ورا. نعم. دي على طول جون مارك ماكوسو هو المحطه اللي كلهم بيطلعوا عليه، يسحب معاه سعد سمير ويفضي المساحه وراه، سواء بقى ورا الباكات، وبعد كده برده في نفس الوقت تلاقيه يدخل يتسحب كده ويدخل جوه منطقه ال 18 ويسجل اهداف، فده يعتبر اهم لاعب عندهم اللي هو جون مارك ماكوسو، خطير جدا، ده رقم 1. رقم 2 الجناح اللي هو توسيلا كيسندا، ده لعيب شاب، ده مفاجاه، ده يعني بقى له 3 ماتشات بيلعب،
عنده 19 سنة زي رمضان صبحي. نعم. هو أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة في الفرقتين. توسيلا كيسيندا عامل 12 مراوغة ناجحة، مميز قوي في الواحد على واحد، وأكتر لاعب عامل أسيست في الفرقة، عامل 3 أسيست ومتسبب كمان في ضرب الجزاء. نعم. لما نقارنه برمضان صبحي، طبعا هو رمضان صبحي أكتر لاعب عندنا عامل مراوغات، وهم عندهم كيسيندا أكتر واحد في العالم عامل 10 وتوسيلا عامل 12، فطبعا أنت بتقارن الاثنين اللي هم الحريفة في الفرقتين. رمضان وتوسيلا كيسيندا، توسيلا كيسيندا برضه عنده 19 سنة، الناحية التانية رمضان عنده 22. توسيلا صنع 3، توسيلا ده خطير قوي، اللي هو بيلعب هيلعب ناحية معلول، أكتر لاعب صنع أهداف في الفرقة، أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة، عامل 3 أسيست، وعامل 12 مراوغة ناجحة ومتسبب في ضرب الجزاء. رمضان بيتفوق عليه في الالتحامات، رمضان قوي جدا بدنيا، الاحتراف لما احترف في ستوك فادوا بشكل كبير جدا، وصل ل 55%، ورمضان حصل على اخطاء بشكل مميز وتسبب في كارت احمر برده كانت في مباراه الذهاب. نعم. فطبعا نخلي بالنا من توسيلا كيسيندا اللي هو ناحيه اليمين اللي هيلعب في ظهر علي معلول. لما هيلعب النهارده طبعا نيدفيد والسوليه لازم واحد فيهم يكون بيرحل مع علي معلول لخطوره اللاعب ده اللي هو توسيلا كيسيندا، مميز قوي، لعيب مهاري ومميز بالاسيست. تمام. نيجي الرقم 3. رقم 3 هو الظهير الايسر. نعم. موزينجا رقم 14، ده ما لعبش المباراه الاخيره. موزينجا ده في يعني نقط كده بوينت لازم نتكلم عنها. نمره 1 اكتر لاعب في الفرقه دي بيصنع فرص، اذا كون احنا عندنا علي معلول هم عندهم موزينجا، فالمقارنه تبقى نموذجيه ما بين الاثنين دول، لان علي معلول اكتر لاعب في الاهلي عامل فرص، وموزينجا اكتر لاعب في فيتا كلوب الباك الشمال عامل فرص. فالتاني حاجه ان هو اكتر لاعب في الفرقه عامل تمريرات، فده دليل على ايه؟ ان هم بيحضروا عليه من تحت. هل النهارده رمضان صبحي الراجل لاسارتي بيلعبه ناحيه اليمين، هل هيضغط عليه؟ هل هيبقى ان الراجل ده محطه البناء هضغط عليه امنعهم ان هم يحضروا الهجمه من تحت؟ لان الراجل موزينجا الباك الشمال ده مميز قوي في حته بناء الهجمه. فالراجل ده نمره 1 محطه بناء الهجمات من الخلف، نمره 2 اكتر لاعب صانع فرص في الحاله الهجوميه، نمره 3 جوكر. يعني موزينجا ده بيلعب باك شمال وبيلعب في بعض اللي شفته في ماتش الثوره بيلعب ارتكاز ثالث، فلعيب جوكر، لعيب مميز قوي اللي هو الباك الشمال. لو عرضنا المقارنه ما بينه وما بين علي معلول هنلاقي ان طبعا اهو موزينجا لعب 3 ماتشات عامل 2 اسيست، صنع كام فرصه بقى؟ نركز في رقم صنع فرص لزملائه، لان الاثنين الباكات الشمال اكتر لعيبه بتصنع فرص في الفرقتين. علي معلول اكتر لاعب في الاهلي صنع فرص عامل 9، بس طبعا معلول بيتفوق ان هو جايب جونين. الراجل الثاني موزينجا صنع 10، فدول يعتبروا يعني الكي باسز هنا اكتر لاعب مفتاح لعب في الفرقه علي معلول هنا، واكتر لاعب مفتاح لعب في الفرقه هنا هو موزينجا. طبعا صناعه الفرص موزينجا 2، سوري صناعه الاهداف موزينجا 2 وعلي معلول 1. عدد العرضيات معلول اكتر، بيوصل للخط اكتر، لكن موزينجا بيعتمد ان هو بيعمل تمريرات من ورا اكتر، يعني ما بيوصلش لاخر الخط عكس علي معلول تلاقيه في اخر الخط بيعمل العرضيات. معلول عامل 4 محاولات وموزينجا عامل 3، فده يعتبر ثالث اهم لاعب عندهم. يبقى احنا اتكلمنا على جان مارك ماكوسو رقم 10، اتكلمنا على توسيلا كاسيندا اللي هو الجناح اليمين، وموزينجا. رقم 4 اللي كان النادي كان هيجيبه فابريس نجوما اللي هو رقم 8 اللي هو بيلعب ارتكاز، ده لعيب مهم قوي، لعيب مميز جدا جدا بالتسديد من مسافات، مميز بالتمرير الطولي محطه لعب. يعني هم لو علمنا على محطات اللعب عندهم الباك الشمال وفابريس نجوما ومونجانجا اللي هو كساحه الالغام اللي في النص ده وجان مارك ماكوسو، دول اللي هم المحطات اللعب. فابريس نجومه هنلاقي في مقارنه ما بينه وما بين ناصر ماهر. فابريس نجومه وفي صور برضو التسديدات اهي المقارنه اللي طبعا ده صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. ايوه. فابريس نجومه جايب جون، ناصر ماهر جايب جون واسيست، وناصر ماهر كمان لاعب يعتبر النص، لاعب اقل. ناصر ماهر لاعب 177 دقيقه، الثاني لاعب 360 دقيقه. ناصر ماهر عامل صانع فرصتين، نجومه عامل 5. المراوغات الناجحه 3 عند فابريس نجومه، الناحيه الثانيه 2. لو بصينا على التمريرات الطوليه هنلاقي ان فابريس نجومه عامل 19، رقم كبير جدا بياكد ان الراجل ده محطه لعب. زي ما اتكلمنا على الباك الشمال فابريس نجومه عندهم مميز قوي، ومميز كمان بالتاكلنج الصحيح، بيحصل على اخطاء اكتر من ناصر، حصل 14 ناصر حصل على 8، وبالتالي فابريس نجومه مفتاح لعب مهم. لو عرضنا الصور اللي بعد كده هنلاقي التسديدات، هم عندهم مثل الفرقه دي حاجتين يا كابتن اسلام، الكرات الثابته التسديدات سواء من حركه
الحاجه الثانيه الهجمات المرتده. اي بص حضرتك ده هدف جابوه في الرجاء، ده فابريس نجومه بيشوط بيمينه ماشي بشماله ماشي، مش فارقه مع فابريس نجومه لعيب خطير جدا. ده جون كان جابه بالتسديده بالشمال، فهم مميزين بالتسديدات من جوه المنطقه ومن بره المنطقه، من ضربات ثابته ومن بره ومن غير ضربات ثابته، فدي لازم نخلي بالنا منها. تاني حاجه الهجمه المرتده عندهم الملعب بيساعدهم بالمناسبه الهجمه المرتده كمان هم ممكن يسحبوك يخلوك ان انت تهاجم، وجون مارك ماكوسو سريع في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه يسرقك بهدف، فدي من الحاجات اللي هم تخلي بالك منها، اللي هو الاول حاجه الهجمات المرتده، تاني حاجه التسديدات سواء الكرات الثابته او التسديدات من بره. ده يمكن ابرز اللعيبه. في برضو اللعيب اللي هو في نيلسون مونجانجا رقم ده برضو اهي، ده هدف جابوه ده في نهايه الكونفدراليه، ده ضربه ثابته، فهم مميزين قوي. والكورنرز والحاجات دي برضو مميزين جدا فيها، بشكل عام هم مميزين فيها بشكل كبير جدا. فلازم نخلي بالنا ان احنا ما نعملش اخطاء كتير حوالين منطقه الجزاء، نقلل ارتكاب الاخطاء، يعني ما ترتكبش خطا. ده اللعيب المميز برضو معاهم اللي هو رقم 6 اللي كانت الصوره موجوده معانا، اللي هو نيلسون مونجانجا. ده ما بينه مقارنه ما بينه وما بين عمرو السوليه، الرقم المميز لنيلسون مونجانجا ان هو اكتر لاعب في فريق فيتا كلوب بيكسب الالتحامات، اللي هو الهولدنج ميدفيلدر اللي هو مكان حسام عاشور عندنا، اللي هو لعيب قطع الكرات مميز قوي هو بحته الايه الالتحامات. لو شفنا حتى الارقام هنلاقيه وصل ل 55% فوز بالالتحامات. الناحيه الثانيه الرقم المميز لعمرو السوليه، عمرو السوليه اكتر لعيب في الاهلي بيعمل تمريرات في دوري ابطال افريقيا، عامل 285 تمريره قصيره و39 تمريره طوليه. وعلى فكره ده بيبين حاجه، بيبين ان لعب الاهلي في البطوله دي بيعتمد على التمريرات الكتير مع الراجل ده، مع الراجل اللاسارتي، باص اند موف على طول، تمرير الكوره وتدوير الكوره وسهوله خلق الايه الفرص. عكس فريق فيتا كلوب، فيتا كلوب بيعتمد اكتر على الهجمه المرتده، بيسيبك ان انت تحضر ويعتمد ان هو يعمل هجمه مرتده لجان مارك ماكوسو. فده اللي باين، يعني الرقم المميز في نيلسون مونجانجا ان هو قوي بدنيا، مميز في الالتحامات، الرقم المميز لعمرو السوليه ان هو محطه بالنسبه للاهلي. اذا النادي الاهلي ياخد باله يعمل ايه خلال هذه المباراه من الارقام اللي حضرتك؟ اول حاجه لازم سعد سمير يخلي باله جدا من جون مارك ماكوسو لما ينزل معاه، هل انا هسلمه مان للراجل كريم نيدفيد او عمرو السليم حد هيستلمه، ولا انا هنزل معاه؟ ولو نزلت معاه هل الباك اليمين اللي هو محمد هاني هيغطي، هيرحل كثيرد باك ثالث مكانه ولا لا؟ لان دي مهم، نقطه مهمه جدا. جون مارك ماكوسو مهاجم ذكي يسحب معاه المدافع ويفضل المساحه في ظهره بالذات في الهجمات المرتده، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه توسيلا كيسندا اللي هو الجناح اليمين لما يتحرك في ظهر علي معلول، علي معلول مين اللي هيغطي عليه؟ هل علي معلول هيتقدم بحذر؟ هل اجاييه هيرجع في الحاله الدفاعيه الارتداد الدفاعي مع علي معلول بشكل مميز ولا لا؟ دي لازم نخلي بالنا منها قوي. النقطه الثالثه فابريس نجومه لازم اضغط عليه لانه محطه بناء وامنعه ان هو حته التسديد، اقلل الضربات الثابته مهم جدا. النقطه الرابعه موزينجا الباك الشمال، وجود لعيب زي رمضان صبحي النهارده اعتقد ان هو ممكن يحجمه. رمضان صبحي لعيب مهاري بيروح على الجون كتير، ممكن يمنع تقدم موزينجا اللي هو الباك الشمال. لازم يعني النهارده رمضان مميز قوي بدنيا فيخلي باله من موزينجا، دي يمكن ابرز نقاط قوتهم. لو قدر النادي الاهلي يقفل على موزينجا وعلى جون مارك ماكوسو، جون مارك ماكوسو وبقيه اللاعبين المتواجدين، اعتقد النادي الاهلي هيكون المكسب ان شاء الله لصالح باذن الله. نقاط نتكلم بقى على نقاط الضعف. بالظبط ابرز حاجه عندهم في نقاط الضعف انا بتكلم على حارس المرمى نيلسون لوكونج اللي هو الكاميروني، ده حارس عنده 38 سنه. انا بشوف انه قليل شويه في المرونه، قليل في التعامل مع الكرات العرضيه، حتى في المباراه الذهاب لما كان قاعد يعمل حركات كده اللي هو المباراه اللي خسروها 2-0 فواضح ان هو لا هو حارس كبير وقليل بدنيا. طبعا الحارس لما بيكبر في السن واصل 39 او 38 سنه سهل ان انت تسدد عليه من بعيد، سهل ان انت تعتمد على الكرات العرضيه، ممكن كره منه تقع، فده يعتبر ابرز اول نقطه في نقاط الضعف. هو حتى معانا ارقامه عنده 38 سنه، الشناوي عنده 30 سنه. ايوه حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس، سواء الاربع ماتشات اللي لعبوها في دور المجموعات او الاثنين اللي قبل ال 16، فده دليل ان هم ايه بيدخل فيهم اهداف على طول، ماتش واحد بس حافظوا على نظافه شباكنا. يعني النهارده نحاول نسجل باذن الله في الست مباريات اللي لعبها، استقبل 7 اهداف. الشناوي ما لعبش غير الاربع مباريات بتاع دور المجموعات، الماتشين بتاع جيما ابا جيفار لعبهم شريف اكرامي، فدي برده نقطه مهمه ان الحارس من 6 ماتشات لعبهم حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس. هم عندهم طبعا مشاكل، يعني يستخدم النادي الاهلي سلاح التسديد، سلاح التسديد وسلاح العرضيات، والعرضيات ده مهم جدا. يعني احنا في الماتش الذهاب جبنا جون من ضربه ركنيه على راس عمرو السوليه، وحتى الجمله الجميله اللي اتلعبت وكانت اللي هي اجاي جابها برضو، دي كان الجون الثاني، لا كان في مباراه سيمبا، كان مباراه سيمبا تمام. في كمان بقى تاني نقاط الضعف، لما هم يستقبلوا اهداف في كل المباريات ده دليل ايه؟ ان دفاعهم سيء في الرقابه والتمركز
في يعني في التمركز الدفاعي والرقابه الدفاعيه، سواء في العرضيات سواء في كده. دي برضو الرسم البياني. النقطه الثالثه، اللي متابع فريق فيتا كلوب في الكونفدراليه السنه اللي فاتت هيعرف ان هم ما دخلش فيهم ولا هدف في اخر ربع ساعه. دي ملحوظه مهمه جدا. وما دخلش فيهم ولا هدف في اخر ربع ساعه، هم استقبلوا 12 هدف منهم 9 في الشوط الاول، ده السنه اللي فاتت. ما دخلش فيهم ولا هدف في اخر ربع ساعه. طب السنه دي ايه اللي حصل؟ هل تلاحم المواسم او تلاحم البطولات اثر عليهم؟ السنه دي 60% من الاهداف اللي دخلت فيتا كلوب في البطوله في اخر ربع ساعه. فده دليل ان في تراجع بدني. تمام. السنه اللي فاتت كان ميزتهم في الكونفدراليه ما بيجيش فيهم اجوان في الشوط الثاني خالص، كان اللي هو اخر ربع ساعه ما دخلش فيهم ولا جول، 3 اهداف بس في الشوط الثاني. السنه دي دخل فيهم 3 اهداف من 5 في اخر ربع ساعه، 60%. فده ياكد ان تلاحم المواسم اثر عليهم. نقدر ان احنا حتى، هل الراجل لاسارتي، انا نفسي النهارده لاسارتي يفرض شخصيه النادي الاهلي، يضغط ضغط عالي، ما نعملش، لان هو عنده تجربه مع بورات القوي. يعني انا شايف لاسارتي نجح بكل، يعني بكل جدال نجح في كل حاجه الا حاجه واحده لازم النهارده ان شاء الله يثبت ان هو ينجح فيها، اللي هي مباراه الاوي مع النادي الاهلي في افريقيا. لازم افرض شخصيتي، لازم. هم كمان هيسيبوك تلعب، هم من لعبهم ان هم بيعتمدوا على الهجمات المرتده لجون مارك ماكوسو، فالنهارده لازم افرض شخصيتي، اعمل ضغط عالي عليهم، العب لعب اللي انا بلعبه في الدوري، التمرير والتمريرات الكتير وصناعه الفرص بال14 و15 فرصه، وما استعجلش الفوز. ممكن ان شاء الله نجيب جون في اخر ربع ساعه، يعني الاستعجال الفوز غلط، ممكن نجيب جون. عموما دي كانت ارقام واهم نقاط القوه واهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق فيتا كلوب. هل سيطبق النادي الاهلي ده والكلام اللي قاله دكتور احمد في هذه المباراه؟ ان شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم ان المباريات الخارجيه هي اللي احنا محتاجين ان احنا نشوف ماذا سيفعل مارتن لاسارتي في هذه المباراه، خصوصا في مثل هذه المباريات، لان انا قلت لكم مباراه انيمبا كانت هي معناها الفوز في البطوله سنه 2005 ولكن، او الوصول الى نهائي البطوله في 2005، ولكن النهارده الحقيقه بالمثل اعتقد ان هذه المباراه هي مفتاح ان شاء الله الوصول الى النهائي الافريقي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد، ان شاء الله هنكمل مع حضراتكم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنستقبل 3 من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عماد النحاس، النجم الكبير ايضا كابتن احمد بلال، ايضا النجم الكبير كابتن تامر بدوي. هنطلع نشوف تقرير من ملعب، او انا اسف، من فرع نادي الاهلي في الجزيره مع الشيف شعبان، مع خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي في الجزيره. نطلع نشوف هيقول ايه واهم الاستعدادات مقر الجزيره لهذه المباراه، ونرجع بعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار.